وهذا سائل يسأل عن استعمال السواك في نهار رمضان. لا بأس، بل يستحب استعمال السواك في نهار رمضان وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك ورغب فيه، ولم يحدد في رمضان أو غيره، فالسواك سنة في نهار الصيام وفي غيره، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. نعم.